ينضم إلي الآن زميلي أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت. أحمد، الزملاء يخطرونني حتى قبل أن أرى صورتك أنك تقف في مكان مدهش، صف لنا مكانك أرجوك. تحياتي لك من أمام مرفأ بيروت البحري الذي شهد الانفجار قبل 3 سنوات، ومن نفس المكان الذي تجمع فيه آلاف اللبنانيين اليوم لإحياء الذكرى 3 للانفجار، وأيضا المطالبة بتحقيق العدالة التي وضعوا لها مطرقة كبيرة خلفي ربما لا تظهر بشكل واضح بسبب الظلام في هذا التوقيت، ولكن مطرقة العدالة هي تزين السور الأمامي لمرفأ بيروت البحري، مطرقة القاضي المقابلة للأوتوستراد الرئيسي الواصل ما بين بيروت، مطرقة القاضي بالضبط. فهي موجودة بشكل كبير، مجسم كبير على السور على الطريق الرئيسي الواصل ما بين العاصمة بيروت وبين جميع مدن الشمال، وربما هذه المطرقة هي الدلالة الرئيسية أو هي العنوان الرئيسي للمسيرات التي خرجت اليوم لإحياء الذكرى 3 للانفجار، وهي المطالبة بتحقيق العدالة في هذه الجريمة أو هذه الحادثة التي كما ذكرت أنها من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ كله. أحمد، هل أعيد إعمار المرفأ ولو جزئيا؟ بالتأكيد حركة النقل في المرفأ تسير بشكل شبه منتظم في الوقت الحالي. كنا في جولة مع وزير الاقتصاد منذ يومين وتطلعنا أو شاهدنا جميع آليات العمل داخل المرفأ، وكانت هناك سفينة تقوم بإفراغ القمح إلى لبنان، ولكن هناك آثار لا يمكن محوها، وهناك أيضا كافة الدمار، يعني يستطيع التصغير العين المجردة أن ترى حجم الدمار الذي خلفه هذا الانفجار داخل الميناء حتى الآن، لا كون الانفجار لا يزال حتى الآن مسرح جريمة تجري بشأنه التحقيقات التي لم تنتهي حتى الآن على مدار 3 سنوات، ولكن هناك آثار أخرى لن يمكن تجنبها أو تجاوزها خلال الفترة المقبلة، على سبيل المثال الإهراءات وهي صوامع القمح التي كانت تخزن مخزون للبلاد يكفي قرابة 3 أشهر، وبدون هذه الإهراءات لبنان بحاجة إلى سفينة قمح تكفيه لمدة 28 يوم فقط، وبالتالي كل 28 يوم لابد أن يكون هناك شحنة قمح، إذا تأخرت يوم يكون هناك أزمة في الطحين اللي هو الدقيق والخبز في لبنان، وبالتالي هذه أثر بشكل كبير جدا جدا على الأمن الغذائي في لبنان، أيضا أثر على الأمن الدوائي في لبنان نظرا لأن الانفجار قام بتدمير مستودعات كبيرة تحتوي على كميات كبيرة من الأدوية، ورغم افتتاح عدد من هذه المستودعات خلال الفترة الماضية إلا أن الأزمة لا تزال قائمة، وفي المستقبل القريب لا يوجد منظور في ظل عدم الاستقرار السياسي والأزمات الراهنة أن تخرج الأمن الدوائي أو يخرج الأمن الدوائي والأمن الغذائي من دائرة المخاطر التي تواجه لبنان في الفترة المقبلة. كنت حريصا على الاطلاع على مواقف القادة السياسيين وقادة الطوائف اللبنانيين عبر الصحف اللبنانية المختلفة، أنت تعرف أنه كل تكتل وكل طائفة له أكثر من صحيفة وهذا هو حال لبنان، يعني كلهم يعبرون عن استيائهم، كلهم يقولون لماذا التحقيقات متجمدة، لماذا لم تعثروا على الفاعل الجبان، لماذا لم تعطوا الناس حقوقهم، إلى آخره إلى آخره. أتحدث عن الجميع يا أحمد، لا يوجد أحد سكت. السؤال هنا، أليست هذه مفارقة في تصور الشعب اللبناني؟ الجميع يرفع أصابعه باتهام الجميع، إذا من المتهم الحقيقي؟
بالتأكيد كما ذكرت الجميع يطالب بالعدالة، الجميع يريد العدالة لأهالي الضحايا وأهالي المصابين والعدالة للبنان قبل كل شيء، ولكن لا أحد يشير إلى كيف يمكن أن تتحقق هذه العدالة. المعضلة الكبرى في الوضع الراهن والتعامل مع كارثة انفجار ميناء بيروت أو فاجعة كما يحب اللبنانيون أن يطلقوا عليها، فاجعة انفجار ميناء بيروت، أن هذه الفاجعة تقاس أو يتعامل معها، يتم التعامل معها وفقا للقوانين والدستور الراهن في الدولة اللبنانية. الدستور يمنح حصانات معينة وأساليب معينة لمحاكمة الرؤساء وأيضا محاكمة الوزراء. أيضا هناك في القوانين اللبنانية تمنح حصانات لكافة الفئات في مختلف الدولة اللبنانية، يعني على سبيل المثال إذا كانت هناك مساءلة لقاضي فلا بد من موافقة الجهات القضائية العليا، إذا كان هناك مساءلة لمسؤول في أي جهاز أمني فلا بد من موافقة الجهات التي يتبعها، إذا كان هناك محاكمة أو مساءلة لمحام فلا بد من العودة لنقابة المحامين واستئذان والحصول على إذن من نقابة المحامين لمحاكمة، وكل هذه الأمور تسمى حصانات. فبالتالي وفقا للإجراءات التقليدية والمنصوص عليها في الدساتير والقوانين اللبنانية، فبالتالي هناك أمور كثيرة ستأخذ وقتا طويلا حتى يمكن التوصل إلى التحقيقات الحقيقية في أو المسار الطبيعي في هذه الجريمة أو في هذه الفاجعة. كانت هناك مبادرات على مدار السنوات الماضية، أذكر منها مبادرة لتيار المستقبل في عام 2021 بتعليق كافة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالحصانات، والتي تمنح أي استثناءات لأي فئة أو لأي مسؤول في الدولة اللبنانية بما في ذلك الرؤساء والوزراء وكافة المسؤولين في الدولة اللبنانية. ولكن هذا أيضا المقترح كان من الصعب العمل به لأنه يتطلب تعديلا تشريعيا كبيرا. أيضا فيما يتعلق بمسار التحقيقات الحالي، هناك في كل خطوة يتم اتخاذها من قبل الجهات القضائية تكون هناك العديد من الطعون وطلبات الرد، هذه الطلبات تكون مبنية أيضا على نصوص قانونية، فبالتالي كل طرف لديه النصوص التي ترسم له طريق محدد للعدالة وتحقيقها، وهذه الطرق لا تلتقي أبدا على مدار أو لم تلتقي أبدا على مدار الثلاث سنوات الماضية، ووفقا للمنظور والرؤية العامة أنها لن تلتقي أبدا في ضوء استخدام كل فريق سياسي النصوص القانونية التي تؤيد وتدعمه في الطريق الذي يريده للعدالة. وكأنك يا أحمد تقول سيتفرق دم الضحايا بين الطوائف، ليس بين القبائل، بين الطوائف، وهذا أمر مؤسف للغاية. أحمد أشكرك شكرا جزيلا. أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت. أرحب الآن بضيفي الكريمين، سيادة العميد إلياس حنا الخبير العسكري الذي يشرفنا كذلك من بيروت، ومنها كذلك سيروج إيبيكيان الباحث والكاتب السياسي. وأبدأ بسيادة العميد إلياس حنا. سيد الكريم، صدمني، لا أعرف ما إذا كان هذا طبيعي في حديث معالي الوزير، وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، لكن أنا شخصيا صدمت بعض الشيء حينما قرأت أنه قال العدالة لم تتحقق خلال السنوات الثلاث الماضية لذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لأنه لا توجد دولة في لبنان. كلام مؤلم سيادة العميد. بداية بشكركم على الاستضافة وبرحب بكل مستمعيكم، وبدي أقول للشعب اللبناني يصبر، وبدي أترحم على اللي استشهد أو على الضحايا تبع الانفجار، وإن شاء الله الصحة والعافية لكل من نجا من هالانفجار. طبعا وزير الداخلية هو قاضي ويعرف أن العدالة حتى حيني لم تتحقق، وأن لبنان أصبح متقطع الأوصال وبحاجة إلى إعادة هيكل من جديد. طريق اللي حكي عن الانفجار بدي زيد عليه شوي، أنه بستة آب إجا الرئيس الفرنسي وقال دعا إلى تحقيق دولي بالتفجير ورفضته السلطات اللبنانية. وبعد التظاهر استقالت الحكومة
وعينوا أول محقق عدلي، ويلي بلش يدعي لتحقيق مع رئيس الحكومة ورفضت الحكومة، وبالتالي كمان الحكومة والسياسيين هن مسؤولين عن التقصير والإهمال فيما خص إيقاف التحقيق. يعني امتنع مجلس النواب السابق عن رفض الحصانة، عن رفع الحصانة عن النواب شغلوا مناصب وزارية. ثم ب 11 تشرين بيندد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بما وصفه باستنسابية المحقق العدلي، مطالبا بقاضي صادق والشفاف لاستكمال التحقيق بالقضية. ب 14 تشرين بصير في حادثة، هي ما أشار لها التقرير، حادثة محلة الطيوني اللي هي بتكون لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي، وبيروح فيها 7 أشخاص قتلى وشهداء. تم تعليق التحقيق بالانفجار 4 مرات جراء دعاوى كف يد قدمت ضد المحقق العدلي. وهون بينت في ثغرات في القانون اللبناني وصل انه يعمل ازمه قضائيه بين رجال القضاء انفسهم. هذا اللي خلى يوقف التحقيق طبعا بدخول بالتدخل السياسي. وبس انتهت ولايه الرئيس ميشيل عون، فشل البرلمان اللبناني اخره ب 14 حزيران انه ب 12 مره انه ينتخب رئيس. هالازمه السياسيه صارت تتعمق اكثر في ظل وجود حكومه تصريف اعمال محدوده الصلاحيات. بيستلم طارق البيطار كمان ببلش بيوقف بيرجع يستكمل بشكل مفاجئ بعد 13 شهر من تعليق جراء دعاوى رفعها ضده تباعا عدد من المدعيين. بيخلي سبيل 5 من الموقوفين من اصل 17، وبيدعي على نائب العام التمييزي بالقضاء. تاني يوم النائب العام التمييزي بيرجع بيرفض قراراته وبيدعي عليه على خلفيه التمرد. يعني صار فيه مثل مشكله من داخل القضاء اللبناني، وبيقول له انت اغتصبت السلطه، وبيقرر يطلق كل الموقوفين. هلا هون التحقيق بياخذ فصل جديد بمعركه قضائيه غير مسبوقه ما صارت بلبنان. هلا بالسادس من فبراير بيطار بيعلو ارجاء كافه جلسات استجواب المدة عليهم، وبيوقف التحقيق، ولحديت هلا بفوت بغيائه بالنسيان. الحقيقه سياده العميد، يعني هذا سرد يعني يؤلمنا جدا، لكنك قدمته ببلاغه الحقيقه، اشكرك عليها. لكن المسكوت عنه في سردك هذا هو الناس. نعم نعم، الناس عارفة أنه ناطرة العدالة لحتى تاخذ حقها، وعارفة أنه رح يجي يوم ولو بعيد إن شاء الله تتحقق فيه العدالة. بس أنا بلاقيها شوي طويلة، لأنه أولا قانونيا في عشرات دعاوى مقامة ضده للقاضي، دعاوى مخاصمة ودعاوى رد ودعاوى تطالب بنقل القضية من عهده إلى عهدة قاضي آخر. بعدين محاولة المطالبة بتحقيق دولي بلشت منذ فترة، وكان في مساعي واتصالات دولية مع السفراء بلبنان. حتى الوفد القضائي الفرنسي اللي زار لبنان والتقى بالقاضي بيطار، والتقى وفد بأهالي الضحايا وطرحوا عليه المسألة، وتلقوا جوابا أنه هالموضوع سياسي ويحتاج لحكومات، وأنه بالدرجة الأولى بيحتاج لقرار من مجلس الأمن الدولي، وأنه مجلس حقوق الإنسان استطاع أنه يقدم توصية بهالموضوع، ولكن ما وضعت موضع التنفيذ لجهة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية. أنا في بعتقد في مصالح دولية أكثر من مصالح داخلية بتتقاطع مع الداخلية، وبتروح أكثر من حدود لبنان. يعني نحن بنعرف في متهم أساسي هو العدو الإسرائيلي، لأنه إذا المتضررين رح يكونوا مش بس لبنانية، أنا أعتقد حسب حساباتي خارج الحدود اللبنانية شبهات حول العدو الإسرائيلي، وهالشيء لكن بيوضع. إن كان الأمر كذلك، وسأعود إليك سيادة العميد، لكنني سأذهب الآن إلى السيد سيروج إيبيكيان الباحث والكاتب السياسي. إن كان الأمر كذلك، فلماذا هذه المقاومة الهائلة داخل لبنان؟ يعني إن كانت هذه مصيبة سقطت على رأس اللبنانيين من خارج الحدود، لماذا المقاومة الشرسة للتحقيق ولقضاة التحقيق من داخل لبنان؟ مساء الخير لكم جميعا، مساء الخير سيادة العميد.
سؤال كبير جدا، أعطيني بعض المساحة من أرجوك الوقت لكي أرجوك تفضل سيدي. على سؤالك بكافة نواحي. عمل بهذا الكبر، انفجار كما وصفت سبق وصفته، أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، للأسف يوظف سياسيا. إن كنا نتكلم في السياسة فهذه للأسف أقول إنها فرصة لكي توظف سياسيا في الداخل اللبناني. لنأتي إلى الداخل اللبناني، في البداية أود أن أفرق بين المرتكب وبين المسؤول. قد لا يكون المسؤول هو المرتكب. المرتكب أنا منزلي يشرف على مرفأ بيروت، وكنت أراقب بعيوني ماذا يحدث. يعني طائرة إسرائيلية كانت تحلق على ارتفاع منخفض وخرقت الجدار الصوتي ومن ثم قصفت المرفأ، ولكن الردود الأولية أنت شاهدت هذا بعينيك سيد سيروج. نعم. بيتي مطل على البعيد، ولكن كاشف، راقبت على مدار 6 ساعات، كنت أجلس وأراقب المرفأ. لو كان هناك أي إمكانية لخطورة غير القصف، كان يجب على المسؤولين أن يخلوا المنازل المجاورة للمرفأ أقله، evacuation يعني يهربوا الناس أقله. لم يتخذ هكذا إجراءات ولا أي إجراء. فإذا الفاعل أنا على يقين أنه الإسرائيلي، أو طائرة لا أدري من أين، ولكنها ليست لبنانية، وليس التلحيم تلحيم الحديد والعنبر يعني أكيد. طيب السؤال الآخر، لمن يعود هذا النترات وإلى يعني وجهة استعمال النترات؟ لماذا بهذه الكمية في المرفأ أكثر من 6 سنوات أظن؟ السؤال الآخر، عند أي رصاصة تطلق في لبنان نقول إنه العدو الإسرائيلي، ولكن هذا الانفجار مهول بهذا الحجم لم يصدر أي تعليق في البداية أو أي اتهام للإسرائيلي، لماذا؟ هناك سببين. أولا لا يريدون أن تتبنى إسرائيل هذه العملية لأنها ثقيلة جدا وكما الإسرائيلي، وثانيا تدل على نوع ما ضعف المقاومة. وسماحة أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله في أول خطاب له بعد التفجير قال المقاومة مسؤولة عن حماية سلاح المقاومة وليس مرافق الدولة. إذا اتهمنا الإسرائيلي ولا نستطيع الرد، ولا الوضع السياسي في لبنان يساعد في الرد، ولا الدولة اللبنانية قادرة على الرد، إذا هذه المقاومة في مكان ما فشلت ولم يكن. لا طبعا حزب الله لا يريد وضع المقاومة في فشل معين، أن المقاومة لا تفيد ولا تردع الطائرات الإسرائيلية من قصف لبنان. هذا في السياسة. ومن ثم رأينا كما وصف سيادة العميد المجريات القضائية. إذا عندنا في لبنان في موضوع تفجير المرفأ حقوق الناس وضحايا الله يرحمهم، لدينا العمل القضائي ولدينا الاستغلال السياسي. أنا أقول دائما وسبق وقلت على تلفزيون لبنان، هذا الموضوع موضوع تفجير المرفأ لن يصل إلى أي نتيجة، إن كانت حقيقية أو كذبة، لن نصل إلى أي نتيجة قبل استغلالها سياسيا من الخارج من الداخل. وللأسف أقول هكذا، سوف يتم توظيف التفجير قبل أن نصل إلى أي نتيجة، وهذا برأيي السياسي. إذن الوضع الداخلي أصبح كما يلي، أن كل متهم أصبح متهما سياسيا، لكن هناك وزراء وهناك نواب، فمن المسؤول؟ لا يعني هذه ليست مظاهرة شعبية قام من خلالها بعض المتظاهرين بتخريبات
ولا نستطيع أن نتهم بالشيوع، ولكن عندما نكون أمام مسؤولية نواب ووزراء، إن لم نصل إلى أن نتهم أفراد أو نحمل مسؤولية إلى أفراد معينين في المجالس، إن كان في الحكومات، مجلس نواب، قضاء المجالس أو القادة الأمنيين، هناك فتتحمل المسؤولية، يتم تحميل المسؤولية بالشيوع، يحل البرلمان، يحل مجلس النواب، ونذهب إلى انتخابات. لا يمكن ترك هذا الأمر. ولكن نحن في لبنان اليوم الكثير من الفوضى، القليل جدا من الحرية، والديمقراطية والعمليات والمؤسسات الديمقراطية أصبحت معدومة. نحن دولة ليس فيها حرية، فيها فوضى والبقاء للأقوى. والله سيد سروج، ما تفضلت به يطرح السؤال التالي مباشرة: ما الذي يمكن أن يصنعه اللبنانيون والوضع كما ترى؟ لأننا نتحدث الآن عن دم في الحقيقة، نحن لا نتحدث عن غرارة من الدولارات تعويضات، يعني نحن نتحدث عن دماء أريقت، و أناس يعيشون في لبنان الآن فقدوا ذويهم يا سيدي. نعم، وأنا من الصحفيين الذين أتابع وأدعم دائما بلجان الصحافة اللي يعملون إلى جانب أهالي شهداء تفجير المرفأ. أعلم ذلك، وهذا للأسف قلت لهم سابقا أن شهداءكم كانوا بينكم يعيشون، واليوم أصبحوا صور على الحيطان. للأسف ربما الطاقم السياسي يعني لازم تغيير، خلاص ما بيجوز هيك. ما في كيف تفجير، ما في مسؤول، لمن يعود هذا النيترات؟ طبعا لا نريد التجني، ولكن كيف يعني القوانين كما 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 وصف المراسل ووصف العميد، القوانين اللبنانية تعطي حصانات بلا معنى، وخاصة في القانون وأصول المحاكمات الجزائية في هذا الخصوص. المادة القانونية تقول أن النائب يتحلى بالحصانة عندما نكون في دورة منعقدة لمجلس النيابة، ولكن في الجرم المشهود أو عندما نكون خارج الدورات الدورة العادية أو الاستثنائية يمكن ملاحقة النواب، ولكن عندما إلى جانب هذا، عندما يكون هناك فراغ رئاسي يصبح المجلس بانعقاد دائم بصرف النظر إن كان هناك جلسات تقام أم لا، فتصبح الحصانة ممدودة له. وكان الأمور بأسرها مترابطة سيد سروج. سأعود الآن إلى سيادة العميد إلياس حنا. سيدي الكريم، لا يوجد من له صوت في لبنان لم يطالب بالعدالة، وخصوصا في صحف ومواقع لبنان صباح اليوم. الجميع، قادة الطوائف، السياسيون الكبار، النواب، الوزراء، رئيس الوزراء إلى آخره، كلهم يطالبون بالعدالة. من الذي يضع العصية إذن في دواليب العدالة سيادة العميد؟ الخلاف السياسي الموجود بلبنان والوضع القضائي الحالي يلي بده يعني مثلا، أنا بأكد كلمتك عم تقولها، يعني مجلس الموارني باجتماعهم الشهري دعيوا لرفع التدخل السياسي عن تحقيقات ودعموا مطالب الأهالي، أوكي؟ وزارة الخارجية الأمريكية كمان أنه قالت ما أحرزنا أي تقدم بلمف تحقيق الانفجار، وهذا الشيء مش مقبول، ودعيت كمان لإصلاح قضائي واحترام سيادة القانون. بس كله واقف لأنه الوضع الداخلي السياسي وهالكباش السياسي والوضع اللي وصلنا له المشربك والمصالح الخاصة يلي بيّنت بالإهمال والفساد كلها لعبت دورة لتعطل الحياة أو المضي قدما بالقضاء والوصول إلى نتائج. صار المحقق كل ما يوصل لمرحلة يلاقوله تعطيل، كل ما يخلص منه يلاقوله تعطيل تاني
حتى انه نزلوا زاروه قالوا له وين رايح، يعني تدخل مباشر في القضاء. ومثل ما قال سيروج، انا بشوف انه يمكن نوصل بعد مدة طويلة، لانه هلا صعب نوصل، لانه في مصالح داخلية وخارجية لتعطيل هذا الملف، انه بشكل ما يوصل لمحل يستكمل فيه هذا التحقيق. سؤال أرجو أن تكون الإجابة عنه سريعة سيد إبيكيان، على الأقل هل اتخذت السلطات اللبنانية احتياطات تجعل تكرار ما يشبه هذه المصيبة التي حدثت منذ 3 سنوات صعب أو مستحيل يعني؟ نعم بطبيعة الحال، ولكن هناك قوى أمر واقع في بعض الأحيان أقوى من الدولة، وهناك 25 دولة تعمل في لبنان إلى جانب الدولة اللبنانية. إن أرادت أن تخزن نفس الشيء، نفس النترات بنفس الكمية، ربما ستوزع دون أن تحصرهم في مكان آخر. هذا لا يمنع من وجود نترات مرة أخرى في لبنان، ولكن طبعا سيكونوا حذرين في كيفية وضب الأمور وتوزيعها على الجغرافيا اللبنانية. إذن بدلا من انفجار واحد هائل، قد تكون هناك انفجارات كثيرة صغيرة. طبعا شاهدناها في لبنان وشاهدناها في سوريا، ربما، ولكن أقول هذا بسبب لبنان دولة شعبها والموجودين فيها أقوى من الدولة. هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة جدا. وبالنسبة للتحقيق بأمر لبنان، لا يملك التقنيات الكبيرة لكي يكون التحقيق اللبناني كافيا. أنا قد اقترحت إن كنتم لا تريدون تحقيقا دوليا، أقله طالبوا بتقنيين دوليين يشاركون اللبنانيين في التحقيق. هناك أمور تقنية في التفجير. قام بأول خطوة فخامة الرئيس ميشيل عون عندما طلب من الرئيس ماكرون صور الأقمار الاصطناعية، ولكن الرئيس ماكرون قال أن الأقمار الاصطناعية الفرنسية لم تكن فوق لبنان. إذا فعلا كان جوابه هكذا، وحتى الأقمار الاصطناعية الروسية قالوا أنه نحن لدينا الكثير من الصور، وعندما أرسلوا الصور كانت صور تفجير، ولكن لا نعرف من أين تم التفجير. لم الدولة اللبنانية لم تبلغ بهذه المساعدات. إذن هنا حضرتك تعرف طبعا أنه لا يوجد مكان في العالم خارج نطاق تغطية الأقمار الصناعية، مستحيل. طبعا ومن هنا أقول هناك صراع قضائي وسياسي. متى سيستطيع القضاء من خرق الشق السياسي؟ أيوة سيكون في توقيت سياسي معين، ولكن هذا كله على حساب أهالي وأصحاب أهالي الشهداء. صبرهم الله سيد سيروج. أنا أشعر أن سيادة العميد لديه جملة أخيرة، جملة واحدة أرجوك، تفضل. للقيام بأي شيء بالدولة بالشركة يجب أن يتوفر مقومين اثنين، أول القدرات الكابابيليتي، وثانيهما أنه يكون في ويل إرادة. أيوه نحن ولو ضعف عندنا المقومات قادرين نرجعها، بس الشعب عنده الإرادة، بس هل الدولة عندها الول والإرادة لبناء دولة لنظهر من هالمعمعة؟ أنا بقول حتى حينه لا، الجواب لا، ليس لديهم نية حتى الآن. شكرا سيدي الكريم، الشكر الجزيل لك أنت وللسيد سيروج، سيادة العميد إلياس حنا الخبير العسكري، الأستاذ سيروج إبيكيان الباحث والكاتب السياسي، وافر امتناني لكما وتمنياتي الخالصة في الحقيقة لأهلنا في لبنان، وخصوصا لهؤلاء الذين
نكبوا في ذويهم قبل 3 سنوات تمنياتي لهم بأن تتحقق العدالة كي تبرد قلوبهم ولو بعض الشيء، وأن تتحقق في عاجل الآجال وليس يعني بعد سنين طوال. العدالة البطيئة نوع من الظلم.